اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات ذا دكتورز. دايما بقول لحضراتكم ان كونسبت التايمنج او مبدا التوقيت ده مهم جدا جدا في حل معظم المشاكل، ما بتكلمش على تخصص معين. طيب لو انا تغاضيت عن مشكله معينه او ما اتصرفتش في التوقيت المناسب او قلت ان انا مش عايز اعترف ان انا عندي مشكله، طب ما انا كده جزء من تفاقم المشكله، والمشكله دي بعد كده ممكن نطاق يبقى واسع جدا ان ما يبقاش ليها حل. نفس الفكرة في أمراض الذكورة ومشاكل الذكورة، في رجالة كتيرة جدا في المجتمع الشرقي عامة بتقول إن هي ما بتحبش تعترف إن هي عندها أي مشكلة في التخصص ده أو في الجزئية دي علشان الطبع الشرقي والمشاكل النفسية المتعلقة بالموضوع ده أو الشق النفسي المتعلق بالموضوع ده، فأنا كده جزء من المشكلة ما بلاقيلهاش حل وبفضل ماشي في سايكل الدنايل أو النكران اللي إحنا دايما بنتكلم عليها برضه. عشان كده النهاردة إحنا هنحاول نتكلم على كل الأسباب اللي ممكن تكون بتؤدي لعقم أو تأخر إنجاب لدى الرجال وإيه معظم الحلول المتاحة دلوقتي. بس اسمحوا لي الأول أرحب بالقيمة العلمية الموجودة معايا النهاردة في استوديو The Doctors، أستاذ دكتور خالد سالم، أستاذ أمراض الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة. اهلا بيك يا دكتور خالد ومنور شاشه اكسترا نيوز. الله يخليك. اول حاجه يا دكتور خالد، في ناس كتيره بتقول احنا ما بنحبش كلمه عقم، احنا بقينا نستخدم تاخر الانجاب. طيب ايه المشاكل الكومن جدا والشائعه جدا والكيسز والمرضى اللي بيجوا لحضرتك بيبقى السبب الاساسي عندهم بيوصل لعقم او تاخر انجاب عندهم؟ احنا عندنا مساله الوقت مهمه جدا في علاج امراض ممكن تبقى في سن الطفوله او في سن الشباب او حتى في سن ما بعد الزواج. بالظبط كده. لو انا اتاخرت في الوقت النتائج بتفرق كتير. اوكي. انا هدي مثال بسيط جدا بالخصيه المعلقه. تمام. الخصيه المعلقه لو نزلت في خلال السنه الاولانيه في الغالب الاعم بنسبه حاجه و90% بتشتغل وبتنتج حيوانات منويه ويبقى الطفل ده ممكن يخلف. اوكي. ولكن في اول سنه لو نزلتها في خلال سنه من تاريخ الولاده. لكن لو انا اتاخرت في تنزيلها بقى سنتين ثلاثه اربعه غالبا الخصيه ديت احتماليه شغلها بيبقى ضعيف جدا، الفانكشن بتاعها الوظيفه بتاعتها كانجاب. خلاص. ده بالنسبه ده سبب مثلا. ده حاجه مهمه جدا بتوضح قد ايه عامل عنصر الوقت مهم جدا. تمام. من ضمن الحاجات التانية بالذات بقى الكلام ده يفرق كتير لو الطفل عنده خصيه معلقه على الناحيتين. من ضمن الحاجات المهمه جدا في عنصر الوقت ان بعد ما تنزل الخصيه لازم ان انا ادي للطفل ده ارفع له معدل انتاج هرمون الذكوره عن طريق ادويه معينه، لان لقوا عملوا دراسه احصائيه لقوا اطفال جابوا اطفال عملوا لهم خصيه معلقه نزلوها في خلال السنه الاولانيه وما ادوهمش ادويه منشطه لانتاج هرمون الذكوره، ومجموعه ثانيه ادوها ادويه منشطه لانتاج هرمون الذكوره بعد ما نزلوا الخصيه. لقوا ان 50% من العيانين اللي ما خدوش ادويه منشطه لهرمون الذكوره الخصيه بتاعتهم لما بلغوا يعني دخلوا في سن الرجوله بقوا صفر، ما عندهمش حيوانات منويه، يعني الخصيه ما اشتغلتش. بينما حاجه و90% وصل ل 95% من المرضى اللي خدوا ادويه منشطه لانتاج هرمون الذكوره بعد ما نزلوا الخصيه الخصيه بتاعتهم كانت شغاله وطلعت حيوانات منويه. طيب هل هذا الكلام يعني انا جالي عيان نزل الخصيه وبعد سنتين ثلاثه هياخد الادويه المنشطه؟ لا، ما عادش لها قيمه. الكلام ده مهم جدا 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 في خلال الفتره الاولانيه السنه الاولانيه اللي بعد العمليه. تمام. اذا انا بدي للطفل الادويه ديت في خلال 3 4 شهور 5 شهور من العمليه. يبقى اذا انا عندي زي ما بنقول ويندو او يعني فترة محدودة من الوقت لازم انا بسابق فيها الزمن عشان الخصية هي الانفايرمنت ان تبقى طبيعية كده. يبقى اذا انا دلوقتي تنزيل الخصية في خلال السنة الاولانية ما يعقبها بعديها بثلاث شهور بدي الادوية اللي هي ترفع انتاج هرمون الذكورة. طيب ايه اهمية ان انا ادي ادوية ترفع هرمون الذكورة في الفترة المباشرة بعد العملية؟ ان هو دلوقتي انا عندي الخلايا اللي هي هتنتج الحيوانات المنوية بتبقى لها خلايا تانية ممرضة أو بنسميها نيرسينج سيلز أو السيرتولي سيل. الخلايا ديت هي اللي بتقوم بتغذية الخلايا اللي هتنتج الحيوان المنوي، يعني الخلية الأم اللي هتنتج الحيوان المنوي في خلية تانية هي اللي بتغذيها.
اوكي. الخليه الثانيه اللي بتغذيها ديت بتحتاج هرمون الذكوره معتمد عليه. تمام. بمعنى لو هرمون الذكوره واطي الخليه ديت مش هتشتغل كويس وبالتبعيه مش هتعرف تغذي الخليه الام كويس وبالتبعيه الخليه الام هتموت. اذا هنا حجم الخصيه هيفرق، هيبقى حجمها اقل لو انا ما اديتش الادويه اللي هترفع هرمون الذكوره. نمره اتنين، احتماليه ان الخصيه ديت تستعيد وظيفتها او يعني الخلايا الام فيها تتكاثر وتنتج حيوانات منويه مستقبلا هتبقى احتماليتها اقل بنسبه 50%. اذا هنا دي مهمه جدا. طيب هل الكلام ده متاح بالنسبه لي فتره طويله؟ لا، لان هي دي الفتره اللي احنا اتكلمنا عنها. الويندو دي هي فتره التكوين. انا قدرت الحق العيان فيها خير وبركه، يبقى كده العيان عدى. ما قدرتش الحق العيان فيها، النتائج هتبقى مش لطيفه خالص. طب دي بالنسبه بقى للخصيه المعلقه، لو في التواء في الخصيه وانا اتاخرت بقى في حل المشكله دي، ايه الاضرار بقى؟ التواء الخصيه اللي حصل لها التواء دي لازم تنزل، لازم تتصلح في خلال ست ساعات. ست ساعات لو انا بعد الست ساعات يبقى الخصيه مش هيبقى لها قيمه. أوكي. انا حدي مثال بسيط جدا. في شاب كان عندي من حوالي 3 4 ايام، هو الولد حس بوجع، فهم يعني بدوله مسكن، الولد افتكر ان هو يجوز اتخبط يجوز اي حاجة. المهم على بال ما راح لدكتور، والدكتور قال له طب اعمل أشعة وبتاع، الأشعة مش موجود. والتاني يوم مركز الأشعة أو عيادة الأشعة فتحت، خلاص عدوا الست ساعات بعد جات الأشعة فيها التواء، خلاص انتهى. إذا هي محتاجة دكتور ذكورة بحيث يبقى هو عنده الخبرة إنه يشخص الحالة ويدخل العيان في خلال ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، في خلال ست ساعات يعني. أوكي. بحيث إن هو يصلح هذا الالتواء. طبعا كانت النتيجة إن الخصية حصل فيها ضمور، خلاص إحنا شلناها. يبقى بمنتهى البساطة الشاب ده فقد خصية من بتوعه. هنا ده برضه يديني اهميه ان انا الخصيه الثانيه عشان احافظ عليها على الرغم ان الخصيه خلاص الاولانيه خلاص انتهت، يبقى لازم بدخله عشان اثبت له الخصيه الثانيه عشان امنع حدوث التواء مستقبلي. لان لما بيحصل التواء في واحده في احتماليه ان الثانيه يحصل فيها نفس القصه، يبقى اذا انا بحافظ على الثانيه. خلاص ادي حاجه. انا مثال ثاني، في مريض ثاني جالنا برضه كان شاب، كان نايم، صحة على وجع، فجه جاري على المركز، اتشخص على ان هو عنده التواء، دخل اوضه العمليات، اتصلحت الخصيه يعني في خلال ساعات برضه. ما كملش ست ساعات، اتعدلت في مكانها وتثبتت الثانيه معاها. والعيان طالع زي الفل والخصيه بتاعته ما شاء الله زي الفل. اذا هنا النهارده انا التهاون في حاجتين اثنين، لو الدكتور اللي هو شاف الحاله دي هو ما هوش متخصص في امراض الذكوره وعنده الخبره ان هو شخص الحاله دي بسرعه، ممكن جدا المريض يفقد الخصيه بتاعته. النقطه الثانيه يكون عنده قدره على انه يتدخل بصوره سريعه ويحل المشكله. خلاف الاثنين دول هتحصل مشكله جامده وممكن المريض يفقد الخصيه بتاعته. طب اخيرا يا دكتور خالد، موضوع التهاب الخصيه، لو انا برضو اتاخرت في موضوع التوقيت وما لحقتهاش من الاول ممكن يحصل ايه؟ ده ممكن يحصل مشاكل جامدة. أنا هحكي قصة مريض جالي. المريض ده كان المفروض إن هو له عملية هتتعمل. المهم كان المفروض يتعمل له عملية دوالي. تمام. فجالي قال لي على فكرة أنا عندي حاسس بوجع تحت. فقلت له طب أشوفك. بكشف على المريض لقيت إن عنده التهاب. تمام. قلت له العملية مش هتتعمل، هتتأجل، هتاخد علاج للالتهاب. خد علاج مضادات حيويه عن طريق الحقن، مش 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 حبوب ولا حاجه زي كده. وبالتبعيه الالتهاب راح لحد ما اختفى تماما والخصيه رجعت طبيعيه تماما. عملنا العمليه. العيان الحيوانات المنويه بتاعته بعد العمليه كويسه وعدى بيها. في المقابل عيان تاني كان من دوله عربيه، العيان ده هم شخصوه غلط. لا مش شخصوه غلط، شخصوا ان عنده التهاب، ادوله شويه ادويه بسيطه. اوكي. العيان اتاخر في التشخيص. المهم جه هنا مصر. شفته لقيت ان عنده التهاب جامد، اديته مضادات حيويه بالحقن جامده وكل حاجه، الا ان هو دخل في خراج. هنا وبقى فيه اشكاليه جامده جدا في وظيفه الخصيه وممكن جدا الخصيه تفقد. يبقى اذا هنا الفرق كان التشخيص، التايمينج والتوقيت اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا التايمينج
التوقيت. النقطة الثانية ان انا اتدخل بصورة صحيحة، يعني مضادات حيوية لازم تتخذ عن طريق الحقن، ويتم متابعة الحالة لحد ما يعني يبقى الالتهاب راح خالص وستيبل، وبالتبعية يبقى العيان كده احنا حافظنا على الخصية بتاعته. الكلام ده فيها في عيانين كتير جدا بتفقد القدرات الإنجابية بسبب هذا الموضوع. للحديث بقية إن شاء الله يا دكتور خالد، وانت نورتني النهاردة. أنا بشكر شكرا جزيلا. بشكر أستاذ دكتور خالد سالم، أستاذ أمراض الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة. مشاهدينا من خارج مصر تقدروا تتواصلوا مع مركز مصر للذكورة عن طريق الأرقام المبينة دلوقتي على الشاشة. دكتور خالد نورتني، بشكرك لوقتك. الله يخليك. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، أشوفكم على خير إن شاء الله في رعاية الله.